واللقاء الآن مع وديع الصافي وعلى رمش عيونها لحن الموسيقار بليغ حمدي ألحان كلمات حسين السيد إنتاج عام 1970 مع الفنان السوري عمار كرم. هقول حاجة بس لو سمحت. أول شيء تحية جدي تحية والله من أهلي في سوريا الحبيبة، قالوا لي طالما أنت مبسوط في مصر خليك في مصر عشان هي أم الدنيا، وتحياتنا من سوريا لمصر أم الدنيا وشعب مصر، دي لازم أبلغها. وبحييكم وبحيي الصالون الجميل اللي إن شاء الله يكون دايما في تقدم وازدهار تحت رعاية سيادة الدكتور محمد سعد الدين. وبحيي، عاوز أسمع تحية كبيرة كبيرة لأحلى فنانين وموسيقيين كبار، أستاذ حبايبي زملائي، أنا بتشرف دايما أني بغني معهم. تحية ليكم، نورين، كل سنة طيبين. يلا على رمش عيونك. في الهوى يا باي يا ابويا على رمش عيونها قابلني طرعلي من وقلبي سوى، على رمش عيونها قابلني هوى طرق شعري. يلا لما الورد بيملى شفايفه قمر، لا ضحكة يا ويلي لون السهر، لما الورد بيملى شفايفه قمر، ضحكة لها في الودن ابتسامة القمر، وفي ودود العطاش في يوم المطر. وانا يلي كنت طبيب الهوى والقلي العيش ببيع الدواء، انا يلي كنت طبيب الهوى والقلي العيش
العيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني يا هوى يا يا با يا ابويا على رمش عيونه قابلني هوى فرعلي مني وقلبي هوى على رمش عيونها قابلني هوى فرعلي مني يلا سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيت بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة النهاردة وصل على حظي أنا خدني شوقي لقيت بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوق خدني شوق شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يده كان حبيبها وغايب بقاله سنة النهاردة وصل على بختي أنا وأنا يلي وأنا يلي وأنا يلي كن طبيب الهوى والقلي العيش ببيع الدواء وانا يلي كنت طبيب الهوى والقلي العيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى يا هوى يا بابا يا ابويا على رمش عيونها قبل الهوى طرع لي مني وقلبي من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيت بدوب الهوى يا يا بابا يا ابوي شكرا شكرا لك شكرا شكرا للفنان السوري عمار كرم اللي امتعنا بوديع الصافي لحن الموسيقار بليغ حمدي كلمات حسين السيد انتاج عام 1970 على رمش عيونها